بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب. نستمر معكم في محاضرات الكيمياء الحيوية لطلبة التمريض عبر برنامج التعليم ونستمر معكم في شابتر 2 Covalent Compounds and Organic Molecules. وصلنا لليكشر 3، المحاضرة الثالثة والأخيرة في هذا الشابتر، وصلنا لعند 2.9 isomerism some different arrangement of atoms within a molecules. ماذا نعني isomerism؟ isomerism انه المركب الواحد يكون له اكثر من صورة، اكثر من شكل. من هذه الايزومرزم حد بنسميها الميرور ايمج، صورة المركب في المرآة. من عجائب الكيمياء العضوية والمركبات العضوية انه المركب اذا اختلف ترتيب الذرات فيه يصبح مركب جديد، اذا اختلفت العناصر فيه هو مركب جديد. ايضا صورة المركب في المرآة هي مركب اخر جديد، فهذا المركبين متكونوا من نفس الذرات ونفس الترتيب، لكن أحدهم صورة الآخر في المرآة، فهما مركبين مختلفين. وجسمنا، جسم الإنسان، حساس جدا لهذه المركبات، فبنسمي الإنسان جسم الإنسان very selective. Very selective، selective يعني اختياري، يعني جسمنا very selective specific selective، يختار مركب واحد فقط حتى يكون فعال ويدخل في نظام جسم الإنسان. فإذا المرور إيمج هما مركبين أحدهم صورة الآخر في المرآة، زي الأدينة. لقيت أدينة أحد اليدين هو صورة الآخر للمرآة، الرايت هاند is mirror image of the left hand. لكن لو حطينا ايدينا على بعض البعض فبنلاقي انه ايدينا الرايت هاند والليفت هاند مختلفين عن بعضهم البعض، هناك في اختلافات من بعضهم البعض في اتجاه الاصل. حتى نفهم الامر هذا اكثر، تعال هنا عندنا في مركب، المركب A والمركب B. العلاقه بينهم انه المركب A is mirror image للمركب B، يعني المركب A هو صوره في المرآة للمركب. لو وضعنا هنا مرآة فحنلاقي المركبين هو صورة لبعضهم البعض. جبنا قالب حتى نقدر نميز بين اثنين، جبنا قالب حطينا القالب للمركب A فبنلاقي ان المركب A fit in، بدخل فيه القالب. هي الاخضر في المثلث، الاسطوانة في الاسطوانة، والكرة في الكرة، fit in، يعني بدخل في القالب. لكن نفس القالب لو هل بدخل في المركب B؟ لا، الدائرة بتدخلش هنا، بنطبقش عليه، لا ينطبق. إذا هذول المركبين أحدهم هو mirror image للثاني، صورة الآخر في المرآة، لكن المركبين مش نفس المركب، بدليل أن هذا المركب دخل في القالب لكن نفس القالب ما انطبقش على المركب الثاني. نفس الشيء في جسم الإنسان، فكل مركب عضوي بكل صورتين في الأغلب، هذه الصورتين أحد الصور تنطبق على جسم الإنسان وتتفاعل معه وتدخل في بنائه، والصورة الثانية لا تتطابق مع جسم الإنسان ولا تدخل فيه ولا تتفاعل معه، هي شيء غريب بيكون بالنسبة له. مشان هيك بنقول إنه الأورجانيك كومباوند، الأورجانيك كومباوند ممكن يكون لها ميرور ايمج. هذه الميرور ايمج بنسميها ايزومرز، متشاكلات، يعني المركب كله اكثر من شكل. لكن اور بودي از فيري سيلكتيف فور ايزومرز، هو متخصص في بعض الايزومرز، بيختار فقط مركب واحد من هذه المركب. جنرال كاركترستيك اوف اوبتيكالي اكتيف ايزومرز، يعني الخواص العامة للأوبتيكالي أكتيف إيزومرز للميرور إيمج. أول
كاركترستيك اول شرط حتى يكون المركب له ميرور ايمج او ايزومرز اوبتيكالي اكتيف they must contain an asymmetric carbon atom with four different carbon atoms. اذا اول حاجه لازم تكون في ذره كربون، هذه ذره الكربون المركزيه هي في الوسط، تحيط بذره الكربون المركزيه اربعه مجموعات مختلفه. تعال هاي ذره مركزيه علمت عليها حط عليها المؤشر، تعالوا نشوف المجموعه، هاي اربعه مجموعات مختلفه، الاتش CH3 H2N COOH، أربعة مجموعات مختلفة. إذا أول شرط حتى يكون المركب اوبتيكال اكتف، حتى يكون المركب له ميرور ايمج، أول شرط من الشروط يجب أن تحيط، أول حاجة يكون في مركز ذرة كربون. الشرط الثاني يجب أن تحيط بذرة الكربون أربعة مجموعات مختلفة. لو كان في ثنتين زي بعضهم المركب ما بيكون اوبتيكال اكتف ولا بكل ميرور ايمج. اذا هذا اول شرط، اذا يكون عنده اربعه مجموعات مختلفه، اذا كان عنده اربع مجموعات مختلفه والذره المركزيه في ذره كربون فممكن المركب كله ميرور ايمج. الشرط الثاني the two forms can't fit one on top of the other. الشرط الثاني انه واحدهما لا ينطبق على الاخر. لو جينا حطينا هان هذا المركب فوق هذا المركب فحنلاقي انه المركبين ما بينطبقوا على بعضهم بعض، يعني هذا لو جينا هذا المركب شلناه وحطيناه هنا حنلاقي السي او اتش هذه فوق السي اتش 3 وحنلاقي السي اتش 3 هذه فوق السي او او اتش الموجوده. اذا الشرط الثاني انه المركبين ما بينطبقوا على بعضهم البعض. The two must be mirror image of each other. فاحدهما بكون صورة للمرآة للمركب الآخر زي ما هو موجود هنا، أحد المركبين بكون صورة المرآة للمركب الآخر. They rotate polarized light in opposite direction. لو دخلنا ضوء في المحلول تبعهم أحدهم الضوء بنحرف لليمين الآخر الضوء بنحرف لليسار. يعني لو جينا دخلنا ضوء فيهم ضوء في المحلول تبع المركبين فحنلاقي اذا كان احدهم انحرف الضوء لليمين فالمركب الاخر بنحرف الضوء لليسار. They have different physical properties but similar chemical properties. خواصها الفيزيائيه مختلفه لكن خواصها الكيميائيه متشابهه. الخواص الفيزيائيه زي درجه الغليان، درجة الانصهار، الرائحة، اللون، الطعم، هذه كلها خواص فيزيائية فبتكون مختلفة عن بعضها البعض. لكن خواصها الكيميائية متشابهة، يعني تفاعلاتها بتكون متشابهة مع بعضها البعض. إذا هناك أربعة خواص للأوبتيكالي أكتيف أيزومرز. هذه الأربع خواص، الخاصية الأولى يجب أن يكون عنده ذرة مركزية تحيط بها أربعة مجموعات مختلفة. الشرط الثاني can't fit one on top of other، ما بينطبق أحدهما على الآخر. الشرط الثالث the two must be mirror image of each other، واحد منهم بيكون صورة الثاني في المرآة. they rotate polarized light in opposite direction، يعني لو الضوء مر في واحد على اليمين الضوء الثاني بنحرف ناحية اليسار في المركب الثاني. They have different physical properties but similar chemical properties. هاي عندنا هذول المركبين يعتبروا مرر ايمج لبعضهم، هاي شايفين المركب؟ نفس المركب، هنا حلقة بنزين، هنا حلقة بنزين. كربون واثنين هيدروجين، هاي كربون واثنين هيدروجين. نيتروجين، كربون، بتلاقي المركبين هم نفس المركب، نفس المركب. لكن واحد منهم بكون صورة للثاني. طب حتى نميز بينهم بنقول عن واحد انه دي، الثاني بنسميه ان، يعني واحد بكون دي صورة دي يعني رايت، الثاني بكون ال يعني ليفت. او بنطلق عليهم حروف اس
وار، يعني بنطلق عليهم يا اما اس وار يا اما دي وال، حتى نميز بين اللي على الشمال ولا على اليمين. فال يعني ليفت، دي يعني ايه؟ يعني The alternative names of for these two isomers in terms of R and S nomenclature refer to their relative position within the molecule. يعني الاسم R و S بيرجع ايه؟ للاتجاه تبعهم، البوزيشن، الموقع تبعهم. فقلت لكم انا L يعني left، D يعني right، L يعني شمال ودي يعني رايت، او بنسميهم S و R. و S و R، وهذا حتمر علينا المركبات في المحاضرات القادمه ان شاء الله. طبعا مش مطلوب منا نعرف اللي هنا، هذا الكلام الشرح الزياده مش مطلوب منا نشرحه. ليه؟ لانه هذا الكتاب قلنا but the explanation of this system is bound to the scope of this text. يعني مش مطلوب لطلبة التمريض يتوسعوا في الموضوع هذا، هذا الموضوع بتوسعوا فيه طلبة الطب والتحاليل الطبية، هم بتوسعوا في الموضوع هذا. انتم بس مطلوب منكم تعرفوا هذه المركبات، لأنه الأدوية الدواء بكون الدواء له صورتين، دواء فعال ودواء غير فعال، واحد ال واحد ايه دي. هناخد مثال على الإيبوبروفين. الإيبوبروفين هو عبارة عن مسكن ومضاد للالتهابات. هذا الإيبوبروفين له صورتين، واحد منهم R والثاني S. أحدهم لو إحنا شربناه بكون فعال وجسمنا بتعامل معاه وبستقبله، لكن نفس المركب لو كان other isomer بكون غير فعال وجسمنا ما بيستفيد منه. مش هيك لما بغش الادويه، هم بغش الادويه بكون حاطين نفس المركب، جزء منه فعال وجزء منه غير فعال، وهذا بيفرق في سعر الادويه. بتلاقي في سعر دواء غالي لانه الماده اللي فيه جميعها فعاله بنسبه 100%، لكن دواء اخر ارخص ثمنا لانه بكون نسبه الماده الفعاله فيه مثلا 80% 70%. فهذا بيفرق ايه؟ بفرق سعر الأدوية عن بعض البعض في قديش فيها المادة الفعالة اللي جسمنا بيقدر يستفيد منها. إيبوبروفين the anti-inflammatory for this structure، هذا الستركشر تبعه، هذا الشكل تبعه، طبعا مش مطلوب منا نحفظ شكله. has two isomers، له two isomers، two mirror image، but cleverly our bodies metabolize the inactive isomer to the active one. So a simple mixture of the two forms sold over the counter. جسمنا بيهضم الصورة الفعالة active one، و ما بيهضم الصورة inactive. فايش بيعمل؟ الصورة الغير فعالة جسمنا بحولها على الكبد، الكبد بيقدر يعمل يحول الصورة inactive إلى صورة active. يعني الكبد تبعنا لما بياخذ الدواء، الجسم اللي بيمتصه المادة الفعالة مباشرة، المادة الغير فعالة بحولها للكبد، الكبد بقوم بتحويل الصورة الفعالة إلى صورة غير فعالة. هذا بأخذ جهد من الجسم، بأخذ جهد من الجسم. مشان هيك الأدوية غير الفعالة اللي فيها نسبة غير فعالة كبيرة بتعمل إرهاق للكبد، بتعمل إرهاق للكبد، ولذلك في الأدوية المغشوشة بتضر جسمنا وبترهق الكبد تبعنا. هنا بقولنا can you spot the asymmetric carbon atom، يعني ممكن انت تستدل على ذره الكربون الاسيمتريك اللي هي المركزيه. وين هي؟ لو جينا على هذه، هذه غير مركزيه لانه في عندنا مجموعتين نفس الشيء. طب هنا لا، هذه غير مركزيه لانه عندنا ذرتين هيدروجين متشابهات. لكن لو جينا ذره الكربون هذه، حنلاقي ذره الكربون تحيط بها اربع مجموعات مختلفه، CH3 COH H وحلقة البنزين. فإذا هذه اللي عليها المؤشر هي الأسيمتريك كربون، هي الذرة المركزية بالنسبة N، لكن هذه لا تعتبر ذرة مركزية لأنه في عندنا مجموعتين CH3 متشابهات مع بعضها البعض.
ring instructions. المركبات العضوية لها أشكال عديدة، ومن أشكال المركبات العضوية أنه بعض المركبات تكون فيها حلقات، تكون فيها حلقات، هذه بنسميها حلقة البنزين. حلقة البنزين، حلقة البنزين تحتوي على 6 ذرات كربون، 1 2 3 4 5 6 6 ذرات كربون تحيط بها 6 ذرات هيدروجين. موجود في المركب 3 روابط أحادية وثلاثة روابط ثنائية. إذا حلقة البنزين عبارة عن حلقة سداسية يوجد بها 6 ذرات كربون، 6 ذرات الكربون تحيط بها 6 ذرات هيدروجين وترتبط مع بعضها بست روابط، 3 روابط أحادية وثلاثة روابط ثنائية. وهذا حلقة البنزين موجودة بكثرة في أجسامنا وفي الأدوية، خصوصا في الأدوية اللي احنا بنتناولها، موجود في الأدوية اللي بنتناولها وموجودة في تركيب بعض المركبات الحيوية الموجودة في أجسامنا مثل البروتينات، الأحماض الأمينية، موجود في هذه الحلقات السداسية. All these are ways of showing the same thing, the structure of benzene. يعني هذا الشكل هذا والشكل هذا والشكل هذا هو عبارة عن نفس الشكل لحلقة البنزين. يعني هنا رسمناهم رسم كل ذرة كربون، هنا بدل ذرة الكربون ما حطينا الكربون لكن حطينا شكل سداسي. معروف أنه كل رأس من رؤوس الحلقة تمثل ذرة كربون. الهيدروجين ما بنكتبه للتسهيل، يعني احنا بعض المركبات العضوية والحلقات ما نكتبش فيها الهيدروجين حتى نسهل كتابة المركب. إذا هنا كل رأس من الشكل يمثل ذرة كربون، وكل ذرة محيطة بذرة هيدروجين، لكن ما احنا ما بنكتب ذرة الهيدروجين للتسهيل. الشكل هذا هو نفس الشكل بس بدل ما احط ثلاث شحطات حطيت دائرة في النص. هي نفس الشكل ولكن بصور مختلفة. في طبعا ممكن هذا الشكل يتحد مع ذرات أخرى زي ذرة الكلور أو أي ذرات أخرى. هنا نفس الشكل هذا، الفرق بينه أنه هنا في روابط ثنائية، هنا ما في روابط ثنائية، هذا بنسميه سايكلوهكسان. إذا إيش الفرق بين السايكلوهكسان والبنزين؟ السايكلوهكسان لا يوجد فيه روابط ثنائية، البنزين فيه 3 روابط ثنائية. السايكلوهكسان تحيط فيه 12 ذرة كربون هيدروجين، البنزين فيه 6 ذرات هيدروجين فقط. بيشتركوا مع بعضهم انه السايكلوهكسان فيه 6 ذرات كربون والبنزين فيه 6 ذرات كربون. اذا هذه هي الفروقات ما بين البنزين وبين السايكلوهكسان. طبعا قلنا البنزين مركب مهم جدا، بيدخل في كثير من المركبات الحيويه الموجوده في داخل اجسامنا. نيجي إلى هنا، المركبات العضوية كثيرة جدا. المركب العضوي كل مركب يحتوي على كربون وهيدروجين يعتبر مركب عضوي. يعني المركبات العضوية هي المركبات التي تحتوي على كربون والهيدروجين. وهذه المركبات ملايين، تحتوي على ملايين ملايين المركبات العضوية. يعني في الكون عندنا ملايين ملايين المركبات العضوية، وحتى نقدر نصنفها فصنفناها حسب حاجة بنسميها الفانكشنال جروب، المجموعة الوظيفية. لأن كل المركبات العضوية فيها كربون وهيدروجين، فلذلك اللي بيميز مركب عن مركب هي المجموعة الوظيفية. إذا كان المركب فيه OH زي هذا، مثال عليه الميثانول. إذا كان المركب فيه ذرة أكسجين في المنتصف بنسميه إيثر، نسميه إيثر. إذا كان المركب في هذه المجموعة COOH فبيقول عنه كاربوكسيليك أسيد أو حمض أمين زي الإيثانويك أسيد.
إذا كان مركب في هذه المجموعة سي أو أو فبنسميها إسترز، نسميها إيه؟ إسترز، زي الميثايل إيثانويت. وهذا الإسترز تكون، يعني هي المكون الأساسي للعطور. فالإسترز تتميز بروائحها الجميلة زي رائحة العطور الزهور، هذه رائحة الإسترز. في مركبات مجموعة أخرى بنسميها الألدهايد، المجموعة فيها سي أو اتش، مثل الإيثانال، مثل إيه؟ مركب بنسميه الإيثانال، هذه إيه؟ بنسميها ألدهايد. الكيتونز فيها هذه المجموعة سي أو، سي أو، مثل 2-بيوتانون، تميز إنه آخرها إيه؟ أون، بيوتانون. من أمثلتها الأسيتون، الأسيتون اللي بيزيلوا فيه إيه؟ مزيل البلاكير تبع الأظافر. الأمين NH2 ميثايل أمين، ميثايل أمين، وهذا المركب موجود في الأسماك وهو بيسبب الرائحة الزنخلة للأسماك. الأمايد CO مع NH2 زي البروبايل أمايد، بروبايل أمايد. إذن المجموعات هذه بعض مجموعات المركبات العضوية، وهي المركبات الكحول في OH، إيثر O، كربوكسيليك أسيد COOH، إستر COO، الألدهايد COH، كيتون CO، لها الأمين NH2 والأمايد CONH2. طبعا حناخذ لنا سؤال بسيط جدا في هذا الموضوع حتى نقدر نعرف. طب احنا ايش بدنا نحفظ؟ لا احنا مش مطلوب مننا نحفظ كل حاجه، بس مطلوب مننا لما نجي نمر عليه هذا نيجي هنا ناخذ تدريب على الجدول اللي احنا اخذناه في السابق. اعطي لكم الجدول هنا حتى يسهل على التدريب. عندنا هنا خمس مركبات. لو جينا طلعنا على خمس مركبات حنلاقي عند الكربون في متشابه. جميع المركبات تحتوي على ذرتين كربون. طب ما دام المركب كله بيحتوي على ذرتين كربون، طيب ايش افرق ذره عن ذره اخرى؟ ايش افرق الذره مجموعه او مركب عن مركب اخر؟ كيف نتعرف على المركبات؟ هنا بيجي الدور الفانكشنال جروب، المجموعات الوظيفيه، هي اللي بتخليني اتعرف على المركب. اذا المركبات قد تتشابه في ذره الكربون، لكن اللي بعطي المركب صفاته وخواصه وبخلينا نتعرف عليه هي المجموعة الضفية. طلع على المركب هذا ضمن أي مجموعة ضفية، طلع هاي ذرة أو في المنتصف، جينا هنا طلعنا وين هاي هالأو؟ إذا هذا اسمه إيه؟ اسمه إيثر، هذا المركب اسمه إيه؟ إيثر، هذا المركب اسمه إيثر، ميثوكسي ميثان، ميثوكسي ميثان. نيجي نطلع على المركب هذا. طيب هذا المركب الكربون، لا هي المجموعة الضفية NH2، N وثنتين هيدروجين NH2. وين NH2؟ هي الـ NH2، هي الـ NH2. إذا هذا المركب يصنف ضمن الأمينات، يصنف ضمن الأمينات. طيب تعال على هذا المركب. هذا المركب فيه ذرتين كربون، لكن فيه هنا COOH. وين الـ COOH؟ هاي سي او اتش، هاي سي او او اتش، سي او او اتش، سي اتش 3 سي او اتش. هذا المركب كربوكسيليك اسيد، كربوكسيليك اسيد حمض كربوكسيل. اذا هذا كربوكسيليك اسيد. طيب تعال نشوف هنا هذا المركب في ذات الكربون، لكن هنا في سي او و اتش. طب وين السي او اتش؟ هنا سي او لحاله، لا هاي سي او اتش. اذا هذا المركب الدهايد، هذا المركب ايش ماله؟ اسمه الدهايد. الله هي ايثانال، ايثانال، ايثانال. طيب تعالوا على المركب هذا في او اتش، وين الاو اتش؟ هي اذا هذا اسمه ايه؟ الكحول، اسمه ايه؟ الكحول، ايثانول، ايثانول. اذا بتلاحظوا
انه المركبات العضويه تتشابه مع بعضها البعض في الكربون، لكن اللي بيميز المركبات عن بعض البعض هي المجموعه الوظيفيه. هي هذه المجموعه الوظيفيه هي اللي بتميز المركبات بعضها عن بعض. إلى هنا نكون احنا انتهينا من الشابتر الثاني. المعلومات المطلوبة منكم هي اللي أنا شرحتها في الفيديو. بتمنى منكم أنكم تسمعوا الفيديو كويس وتقروا السلايدات، تفهموا الموجود فيه، لأنه كثير من المعلومات اللي مرت علينا في الشابتر هذا حتمر علينا برضو في شباتر أخرى بتوسع أكثر. فحتى نفهم الشباتر اللاحقة لازم نكون احنا فاهمين الشابتر هذا بشكل جيد. أشكر لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم.